ايه قصة صور ناسا اللي العالم كله بيتكلم عنها من امبارح دي؟ طبعا انا مش هوجع دماغكم وادخل في اي تفاصيل علميه، لكن شويه الصور دول ممكن يكونوا السبب في تغيير نظرتنا للحياه للابد. كان في افاق كتيره جدا مخفيه عننا في الفضاء بسبب الغازات والصخور، فكان الحل انهم يخترعوا تلسكوب من مستوى تاني. تكلفه التلسكوب كانت تقريبا 10 مليار دولار، وحطوه بعيد جدا عن الارض على مسافه 1.5 مليون كيلومتر، وكانوا مستنيين النتائج عشان يشوفوا هيصور لنا ايه، وكانت النتيجه الصور البديعه اللي انتوا شايفينها دلوقتي. طيب هل كل الضجه دي لان الصور جميله او بديعه او ايا كان؟ لا طبعا، الاهم من جمال الصور وروعتها الحقائق اللي فتحت عينينا عليها. العلماء قدروا يستنتجوا الحقائق والارقام المبهره اللي هقول لكم عليها دلوقتي. قالوا ان في من 100 ل 150 مليار مجره في الفضاء الخارجي، وان كل مجره واحده منهم بتحتوي على 100 مليار كوكب. الرقم الاغرب واللي يهمنا اكتر انهم توقعوا ان في تقريبا 300 مليون كوكب يشبهوا تماما كوكب الارض. عارف ده معناه ايه؟ بالظبط زي ما قلت كده، انه اصبح شبه مؤكد ان في كائنات حيه غيرنا بتعيش في الكون.